وللحديث عن تداعيات الهجوم على منزل الكاظمي والصراع السياسي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد مستشار مركز الأمة للدراسة والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي. أهلا بك معنا عميد خليل. حياك الله وبياك أخي الكريم. أهلا بك عميد خليل. بداية، كيف تقيم تعامل السلطات في بغداد مع الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الحكومة؟ بداية، هو ما جرى من محاضرة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وما سيعقبه من أحداث ليس له علاقة لا بالدولة أو الشعب، روج ويروج له البعض. فجاني والضحية المفتعلة ومعهم الأحزاب المتأسلمة والمتعولمة ساهموا وشاركوا باجتثاث الدولة وتهميش الشعب واستئصال القانون ليتحول العراق من نظام الدولة إلى سيادة اللا دولة وفق شريعة الغاب. فما حدث ويحدث لا يتعدى صراع من أجل السلطة والنفوذ والمصالح بين أطراف لا تفهم سوى لغة السلاح وأطراف أخرى تتخذ من ستار المؤسسات عنوانا لإدارة معركتها. أما كيف تتصرف الدولة؟ الدولة تصرفت من بداية الأمر، هي طبعا لو افترضنا أنها دولة، هنا نقول سلطة الدولة، تصرفت في بداية الأمر عندما بدأت تظاهرات الميليشيات أمام بوابات المنطقة الحمراء، تصرفت معهم وكأنهم مواطنين عاديين لا يحملون السلاح، وبدأت هذه الميليشيات تهدد علنا جهارا نهارا ضباط الموجودين في البوابات ورئيس الوزراء بالاقتصاص منهم عندما سقطت منهم 4 قتلى وجرحى. لذلك منذ البداية تعامل سلطة الكاظمي مع هذه الميليشيات الموجودة حول أسوار المنطقة الخضراء كان بتغافل وتجاهل، لأنهم سلطة هذه الميليشيات أعلى من سلطة ما يسمى برئيس الوزراء. يعني ما دام كان هذا التعامل والتهاون كما وصفته، لماذا يتم استهداف رئيس الوزراء؟ لربما يعني الكثير من العراقيين يحسبونه على الميليشيات، لماذا يتم استهدافه؟ أخي، هذا الاستهداف لو لم يفشل، يعني لو لم يفشل في اغتيال مصطفى الكاظمي لكان تم حوثنة العراق كما هو الحال مع اليمن، عندما تم حوثنة اليمن والتحول إلى نظام ميليشياوي بالكامل. وبالتالي طبعا لو استطاعوا أن يقتلوا الكاظمي بالتأكيد أول من سيبارك ويعترف بهذه الميليشيات والنظام الميليشياوي الجديد هو إيران، ثم أمريكا أيضا ستعترف تحت شعار فرض الأمر الواقع كما حدث في اليمن. هذا من جانب. من جانب آخر، هذه الميليشيات بفعلها هذه سواء قتلته أم لم تقتله هي ترسل رسالة للسلطة اللي يمثلها الكاظمي بأنكم تحت رحمة سلاحنا، وللشعب العراقي رسالة أيضا بأن من يمتلك القوة هو من يفترض أن يحكم، ولا حاجة لنا للانتخابات ونتائجها. وبهذه الرسائل قد انتهت بها أكذوبة الديمقراطية التي تغطت بها أمريكا وإيران لتثبيت نظام سياسي معوق على مصلحة السيادة والقرار. إذن في أي سياق تضع الإدانة الأمريكية ولربما الدولية لهذا الاستهداف؟ هذه الإدانات اليوم الكاظمي يلعب دور الضحية جراء التهور الميليشياوي والهجوم الذي تتبعه على الكاظمي. الكاظمي عندما يعني في نظري عندما يلعب هذا دور الضحية يتصور أنه العراقيين سوف يلتفون حوله، لكنه لا يفقه، لأن العراقيين يريدون ضحية بل يبحثون عن قائد يقود ولا يقاد. أما المجتمع الدولي في مقدمة أمريكا والأقليمي فهم قبل حتى الانتخابات وقبل لحاجة الاغتيال دعوا ينفخون في شخصية الكاظمي حتى ظن الأخير بأنه رئيس وزراء بحق، لكن سرعان ما تبخرت أحلامه أمام سطوة السلاح الولائي الذي هو من يحرك الرئاسات الثلاث مهما كانت مسمياتها وعناوينها. يعني الكاظمي كما تعلم كرر عبارة إنه يعرف الجنى في وقت أكدت يعني كما ذكرنا فيه واشنطن دعمها له،
هل نحن لربما أمام منحا جديد للصراع بين أمريكا وإيران أم لا شيء تغير؟ بالنسبة للصراع، إيران دائما توظف ملفات المنطقة ومقدمتها ملف العراق، لأنه جميعنا يعرف هنالك مفاوضات نووية دول 5+1 وأمريكا على وجه الخصوص. وهذه المفاوضات الآن وصلت إلى مرحلة الحسم بين أمريكا وإيران، لذلك إيران توظف هذا الحدث من اللي هو استهداف منزل مصطفى الكاظم اللي يمثل رأس السلطة في العراق في المنطقة الخضراء، وهي رسالة تلويح إيرانية لأمريكا بتهديد العملية السياسية برمتها التي جاءت بها قسرا واشنطن وفق أكذوبة الديمقراطية. هذا جانب. جانب الآخر، الكاظمي لا يمتلك منظومة قيادة وسيطرة وخالي من أدوات التنفيذ الفعلي والميداني، لذلك رأيناه بعد وقوع الحادث مباشرة يتكلم عن أنه حادث غادر وجبان، ثم يتحول لحلف الأطراف للتهدئة، وهو يعلم جيدا حسب قوله انه من فعل هذا الهجوم، والجميع يعلم بالمناسبه الجميع يعلم انه الميليشيات لانه هددت علنا، وقيس الخزعلي هدد علنا بان سنقتص منك الكاظمي. لذلك رئيس الوزراء الان هو يحمل صفه رئيس مجلس الوزراء فقط مع وقف التنفيذ. ايضا مع معرفه المجتمع الدولي لتلك القوى التي تمارس حاله من الاستقواء عبر سلاحها المنفلت، ما حجم إمكانيات القوات الحكومية أمام الميليشيات الموالية لإيران إذا أردنا التحدث هنا أمنيا وعسكريا أيضا؟ أخي الكريم، عندما يتم استهداف الدولة بجميع أركانها لا يمكن بعد ذلك البحث عن حلول من المؤسسات العسكرية والأمنية. هذه المؤسسات اليوم استبدلت عقيدتها المهنية بالمصلحية والطائفية والولائية الحزبية، وهذا يتعارض عفوا مع بناء مفهوم الحياديه المؤسساتيه. فالمؤسسه العسكريه الحاليه مخترقه امنيا ومسحوبه مهنيا، لذلك سلوكها وتصرفات عبثيه وغير رقابيه. الجندي اليوم لا تربطه بالضابط او الامر علاقه الضبط والاحترام واطاعه الاوامر وتنفيذها، وهذه نقطه مهمه. ومن هنا لا يمكن الاعتماد سواء من قبل المال الكاظمي او غيره على اي قطع عسكريه في اداء مهامها وفق العقيده والمفاهيم العسكريه الصحيحه. نعم، اذا مستشار مركز الامه لدراسات وتطوير للشؤون العسكريه والامنيه العميد الركن خليل الطائي، كنت ضيفنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.